بالنفي التام واجه المتهمون 25 في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقين واجهوا الاتهامات الأربعة الرئيسية في القضية وهي قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 من فبراير الماضي بهدف فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك وكذلك الشروع في قتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة لأغراض إرهابية. جلسة إجرائية وهي أولى جلسات المحاكمة ويتم فيها طلب الاطلاع على الأحراز وعلى المرفقات وعلى البلاغات التي فشل 90% من المحامين عن الاطلاع عليها بسبب رغبة قاضي التحقيقات في عدم تصوير أي ورقة أو إطلاع المحامين عليها. لكن فرص المصريين في متابعة قضية موقعة الجمل تلفزيونيا بدت أسوأ منها قياسا لمحاكمة مبارك التي تابعوا جلساتها الأربعة الأولى حيث قرر القاضي وقف بث الجلسات حتى جلسة النطق بالحكم حفاظا على سير العدالة. قرار يعني فاجئ الجميع، احنا كلنا كصحفيين واعلاميين اتفاجئنا بالقرار دوت، خاصة ان هو من اول جلسة، الى جانب ان يعني انا اتوقع ان هو هيبقى ليه رد فعل غريب على الشارع المصري، يعني كده بيستفز الناس. كانت أحداث موقعة الجمل قد اندلعت في 2 فبراير الماضي عندما اقتحم بلطجية يمتطون خيولا وجمالا ميدان التحرير في محاولة فاشلة لإخلائه من المعتصمين السلميين لتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة البيضاء والحجارة استمرت حتى اليوم التالي وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 1300 آخرين. هنا في ميدان التحرير دارت أحداث موقعة الجمل بين متظاهرين ثاروا ضد النظام السابق مستخدمين سلاح التكنولوجيا وبلطجية النظام السابق الذين جاءوا على ظهور الجمال والخيول وكأنهم من العصور الوسطى. هنا دارت معركة حسم فيها الثوار مسار الثورة لصالحهم. هشام مهران، MTV، القاهرة.